وشرفنا هنا برضو في الاحتفال. شفت الاحتفال كنت بتابعه؟ اتفرجت عليه. ليه بقى سألتك عن موضوع ان انت ندمت ولا ما ندمتش؟ لان فكرة الاحتراف يعني فكرة مهمة قوي بالنسبة للعيب. وانت يمكن الموضوع ده يعني دلوقتي كل اللعيبة افتكر او معظم اللعيبة يمكن بتفكر فيه بشكل كبير وبتبقى خطوة كبيرة بالنسبة لهم. فكرة الاحتراف بقى يعني ما بتفكرش فيها؟ انا محترف في النادي الاهلي. ما انا عارفة. لا انا بتكلم على بره. بس انا مش هضحك عليك واقول لك على حاجة. يعني يمكن في ناس كتير ما تعرفش حاجات كتير يعني في موضوع النادي الاهلي دوت. انا كان حلم من احلام حياتي كلها ان انا اكون في النادي الاهلي، لان في الاول والاخر ده بيتي. انا متربى عليه وانا صغير ان احنا ما نخسرش. يعني في النادي الاهلي واحنا صغيرين كابتن عارف كتاني ما نخسرش. يعني عندنا لو اتعادلنا بس الشوط الاولاني والشوط الثاني كارثه. يعني واحنا صغيرين يعني نلعب مثلا 6-6. فانا بالنسبه لي النادي الاهلي يعني هو كل حياتي وكل حلم دلوقتي ان انا اوصل مع النادي الاهلي لاقصى بطولات. يعني ان شاء الله باذن الله ان انا يعني ده كان حلم ان انا اخد مع النادي الاهلي بطولات، وان شاء الله هيتحقق باذن الله السنين اللي جايه واللي ربنا عايزه يكون. احترفت ما احترفتش انا كده الحمد لله مبسوط. وانا يمكن قلتها انا راضي الحمد لله. يمكن انا قلتها انا يمكن مش من طبع ان انا اقعد احتياطي خالص خالص. يعني وانا كنت جاي كمان يعني الحمد لله يعني يمكن مستوايا ان انا مستوايا كويس. بس لما جيت النادي الاهلي قعدت ما اتكلمتش حاجه، بركز في شغلي بتمرن كويس. وده يحسب لك كهربا طبعا. لان كده كده يعني يمكن مع مستر رينيه طبعا يعني شخصيه محترمه جدا وممكن دايما بيتكلم معايا وممكن بيساعدني جدا. يمكن كمان يعني الجهاز الفني كله، يمكن كابتن سامي برده يعني 6 شهور اللي فاتوا كابتن سامي وكابتن سيد عبد الحفيظ دايما كل يوم لازم يتكلموا معايا. لان انا من طبعي يعني انا بحب يعني نفسيا يعني انا بحب المدرب يتكلم معايا نفسيا. هو ده يمكن مستر رينيه، يمكن كابتن سيد حفيظ، يمكن كابتن سامي دايما بيتكلم معايا قبل التمرين. زي ما بقول لك اللعيبه بيقعدوا يتكلموا معايا بيساعدوني. انا طول ما نفسيا يعني كويس بتتكلم معايا هتلاقي كل حاجه في الملعب تمام. يعني الحمد لله يمكن الفتره اللي فاتت دي كلها كل الناس دي بتساعدني. يعني مش هننسى حد حتى في لعبه كتير بيساعدوني برده. فان شاء الله يعني اوصل مع النادي الاهلي باذن الله. يعني انا يمكن طموح ان انا الاربع سنين دول يمكن يبقى 10 سنين باذن الله. يعني ان شاء الله لا واحنا عايزينك معانا على طول كهربا تبطل في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله حتى كل الخير. يعني حتى يمكن انا قلت يا كابتن والله ان شاء الله لو انا اشيل الكوره اقعد في النادي الاهلي انا مش ماشي من النادي الاهلي. لان انا يعني ده وبعدين ده انت مشجع وبتلعب فيه. انا كنت من وسط المدرج. يمكن انا كنت من وسط درجه يعني وطبيعه الجمهور انا كنت من ثالثه شمال. ان انا كنت في وسطهم وصغير. يمكن ناس كتير ما تعرفش الكلام ده ان انا من وسط الجمهور ده. فانا كنت بحس يعني ان انا كنت اتفرج على اللعيبه دي ببقى عايز اخش جوه الملعب. فما بالك بقى ان دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بقيت بلعب في النادي اللي انا كنت بشجعه وانا صغير. بمسك العلم وكنت بروح مع الجمهور دايما. والجمهور اللي بيشجعك اللي بيروح يشجع من قبل ما المدرج يفتح لحد ما يقفل الكشافات يا كابتن هاني من 9 الصبح لحد 9 بالليل او لو ماتش 7 بالليل. اعتقد انه كمان فارق معاك طبيعه الجمهور ده وطريقه التشجيع دي وانت في الملعب. يعني طبعا انت انا يمكن نفسي الجمهور فرق معاك يرجع. نفسيا انا يمكن برضه. انا الفرق معايا نفسيا الفتره اللي فاتت دي كلها ان كل الجمهور في ظهري. يعني لكن انا عايز اقول لجمهور النادي الاهلي يمكن مهما يحصل في الدنيا مهما يحصل اي حاجه يعني انا عمري ما هخذلكم وعمري ما هزعلكم ودايما دايما دايما هشيلكم فوق راسي مهما يعني لو مهما عملتوا معايا ايه. وبتطلب منه ايه الجمهور؟ لا انا مش طالب منه حاجه الجمهور خالص لان هم لا. اصلا هو لا يعني هو كهربا عاش وسطهم. يعني هو الفكره كمان انك عاش انا الجمهور يعني يمكن عارفهم كويس جدا. انا واحد منهم. فانا مش هطلب منهم حاجه لان هم مديني الدعم كله. يعني مساندني من اول يوم فيه يعني بخارج النادي الاهلي. انا عايز اقول حاجه انا لما جيت مضيت في يعني مضيت في نادي الزمالك يعني كل ما امشي في الشارع كل جمهور الاهلي ان شاء الله ترجع تاني النادي الاهلي. كل الجمهور كده. يمكن ما اشوف يعني يمكن جمهور النادي الاهلي دايما بيتصوروا معايا كتير قوي دايما يقول لي انت هترجع نادي الاهلي. يمكن برده انا مش عايز برده يعني عشان خاطر يعني انا طبعا يعني جمهور نادي الزمالك طبعا على راسي. انا بحترمهم جدا ومحترمين جدا وانا الحمد لله يمكن يعني ما قصرتش معاهم ولا هم قصروا معايا في حاجه. يعني لا طبعا نورت بيتك اولا. بص الجمهور نمره واحد طبعاً. الجزء اللي انت اتكلمت فيه انك طالع من وسط الجماهير. الفكره دي طلعوا من وسط الجماهير ولقى نفسه في الملعب فعنده اوريدي الاحساس. الجماهير نفسه طبعا كلنا وراك وجماهير النادي الاهلي بتحبك وبتحترمك جدا جدا يا كهربا. يعني ف
نخش بقى في حتة فنية شوية، نتكلم شوية عن